السلام عليكم مشتركتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم جيت ندير معكم وصفه للشعر الجاف. نبدا على بركه الله. المكونات اللي نحتاجهم في الوصفه تاعنا هذه، نحتاجوا بلسم تاع الشعر. انا هنا نستعمل هواي، كما قلت لكم انا الخلطات تاع الشعر تاعي نستعمل هذا البلسم باسكو ثقيل ويعجبني يعني القوام تاعو باش ندير به الخلطات. سمن هنا استعملت بلسم تاع هواي. انتم تقدروا ديروا البلسم هذا ولا البلسم اللي عندكم، بس انا يعني جربت بهذا عطتني نتيجه مليحه. والمكون الثاني نحتاجو زيت الموز. هنا تستعملوا اي زيت عندكم، زيت اللوز او زيت الصبار. انا هنا راح نديرها بزيت الموز، نديرها بزيت الصبار واللوز. اليوم راح نديرها بزيت الموز. ناخذوا الكميه تاع البلسم تاعنا اللي تكفينا للشعر تاعنا، حوالي 2 مغارف. نضيف لها مغرفة تاع زيت الموز. انا هنا درت زيت الموز، نتوما تحبوا ديروا زيت اللوز او زيت الصبار اللي متوفر عندكم، والله الزيت اللي يناسب الشعر تاعكم. نمزج المكونات جيدا مع بعض حتى يدخل الزيت في البلسم. بهذه الطريقة نطبقوه على الشعر تاعنا، نتركوه لمدة ساعة إلى ساعة ونصف، بعد ذلك نغسل الشعر تاعنا عادي. هذه الوصفة تكرر مرة واحدة في الأسبوع، كما قلت لكم نديروها في الشعر تاعنا، نخلوها مدة ساعة إلى ساعة ونصف ثم نغسل الشعر تاعنا عادي، تكرر مرة واحدة في الأسبوع. يعني مع المداومة حتلاحظوا نتيجة رائعة. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم فيديو تاع اليوم ديروا لي جيم كالعاده، واذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم للاشتراك بها، وانتظروا فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.